بعد نحو سنة على إحالته من الهيئة العامة توازيا إلى لجنتي المال والموازنة من جهة والإدارة والعدل من جهة أخرى، انتهت لجنة المال النيابية من دراسة اقتراح قانون الكابيتال كنترول وتعديله. سلسلة ملاحظات كان قد وضعها صندوق النقد الدولي والمفكرة القانونية وعدد من المتخصصين على المسودة الأولى التي خرجت إلى العلن، حدث بعدها النواب الملاجون الاقتراح. من بعد جلسات عدة خرج رئيس اللجنة إبراهيم كنعان معلنا الانتهاء. لليوم بعد ما قدرنا أخذنا من مصرف لبنان، إلى اليوم كلفة هذه البنود المالية إن كان التعاميم أو القانون يلي هلأ أقرته لجنة المال، لليوم بعد ما عندنا أرقام واضحة، وبالتالي كيف ممكن تطلعوا قوانين بغياب أرقام مدققة وليس فقط واضحة بمعنى المكتوبة منيح ومسطرة منيح وممهورة منيح؟ على الرغم من سنة تطلبتها الدراسة والنقاش، لم يأتي تحديد سقف السحوبات بالعملات الأجنبية بناء على أرقام، ذلك أن حاكم المركزي لم يزود اللجنة الأرقام المرجوة، وعليه اعتمدت اللجنة أرقام البيان الأخير الذي صدر عن مصرف لبنان وهي قابلة للتعديل. بالعملة الأجنبية كنا قايلين 50% من السقف يلي هو السقف اللبناني، يعني 15 مليون ل 20 مليون، لكن رحنا هلا بهالجلسه للتعديل، اعتبرنا انه سعر الصرف طالما منه ثابت بنكون عم نظلم المودع اللبناني اذا اعتمدنا له هذا السقف على اللبناني، لذلك ذهبنا الى اعتماد 400 ل 800 دولار. كمان هيدا المبلغ النقدي بتحدده الهيئه العامه وفقا لما سياتي من المصرف المركزي من معطيات تثبت هذا الرقم أو ذاك الرقم. نحن حريصين على أن هذا الأمر يستكمل بشكل جدي وأن يكون هناك التزام واضح من قبل كل المصارف بتأمين هذه الحقوق للمودعين. كان شعارنا الدائم لما كنا عم بنناقش أن لا يأتي القانون لحماية أصحاب المصارف. إقرار هذا القانون يجعل المصارف المتخلفة عن سداد الودائع بما يحدده القانون عرضة للشطب، وينسحب الأمر على قانون الدولار الطالبي، لكن اقتراح القانون لا يزال دونه مسار طويل، إذ إن إنجازه في لجنة المال يضع رئيس مجلس النيابي أمام ثلاثة خيارات هي: انتظار لجنة الإدارة والعدل للانتهاء من دراسته ليحال إلى الهيئة العامة، أو سحبه من الإدارة والعدل وإحالته إلى اللجان المشتركة، والخيار الثالث إحالته تلقائيا إلى الهيئة العامة، وحتى اللحظة لا بوادر حول القرار المنوي اتخاذه. على قاعدة أن يأتي متأخرا خير من أن لا يأتي أبدا، جرى التعامل مع قانون القيود على رأس المال، غير أن اقترابه من إبصار النور لن يحدث تغييرا جذريا ما لم يكن جزءا من خطة اقتصادية شاملة. لعل سعد، قناة الجديد.